حاجه عايزين نحسن استغلالها بقى في الفقره دي فيما اتيح لينا من وقت، لان زي ما نهاوند بتقول لحضرتك احنا فعلا عندنا ملفات كتير، فتحب نبتدي من انهي فيهم؟ نبتدي مثلا من الدوري ورؤيتك لشكل المنافسه في الموسم ده، وخصوصا بعد يعني النتائج بقى المرحله الاخيره اللي انتهت يعني امبارح باللقاء الامس. اعتقد هنبتدي طبعا بالكلام عن الدوري لان هو حديث الساعه زي ما بيقولوا. والحقيقه انه رغم الظروف الصعبه اللي موجود فيها النادي الاهلي هذا الموسم، واللي هي انا بقول ان هي لم يسبق صح لاي نادي اخر امر بمثل هذه الظروف، الا انه نقدر نقول انه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي حاليا ان هم يكملوا، وده اللي احنا بنطالب بيه على فكره من فتره، واللي جمهور النادي الاهلي بيطالب بيه، مش بس قصه انه الدوري ونكسب الدوري او ما نكسبوش، لا هو كل التركيز الجمهور حسب ما انا بشوف وبحس من خلال السوشيال ميديا ولقاءاتي حتى مع الناس العاديين، بحس انه الناس عايزه لعيبه النادي الاهلي تؤدي بالشكل اللي هم متوقعينه. ايوه طبعا، يعني طبعا. احنا ياما اتكلمنا في الفتره الاخيره على انه احنا عايزين نشوف لعيبه النادي الاهلي بتلعب بنفس الروح، اللي هو حتى لو في فرق في المنافسه في عدد النقاط بين الاهلي والزمالك وبيراميدز، الا انه على الاقل لعيبه النادي الاهلي تعمل اللي عليها. ما هو عشان النقطه دي في ناس كتير جدا، الى جانب الحزن في ناس كتيره غضبانه بالظبط عشان اللي حضرتك بتتكلم عليه ده مش حاصل. وهو ده على فكره من حق جمهور، لانه طبعا هي كره القدم والرياضه والفنون والكلام ده كله ده بيتلعب اساسا لجمهور، فكل الناس فاهمه كويس اللي حصل، الفرق في النقط ده جه منين وله اسباب. يعني اداء الاهلي متاثر جدا بضغط المباريات، لكن اللي مخلي الناس زعلانه ان الاهلي كان بيحصل له المواقف دي قبل كده وكان بيعديها. يعني فيما سبق كان المعتاد بالنسبه للنادي الاهلي انه لما يبقى له ماتشات مؤجله بيرجع يلعبها ويكسبها ويقفل بيها الدوري ويقفل زي ما بيقولوا. التأثير ما بيكونش كبير قوي كده زي ما احنا شايفين دلوقتي. يعني اقول لحضرتك على حاجه، حضرتك بتقول الناس عايزه تشوف لعيبه الاهلي بالمستوى اللي يعرفوه، انا هقول لك احنا عايزين نشوف لعيبه الاهلي ونقطه، احنا ما شفناش لعيبه الاهلي. ايوه يعني فين اللعيبه بتاعتنا؟ لا عندك حق فعلا، لانه الناس مفتقده للاداء بتاع النادي الاهلي، اللي هو انت تعمل اللي عليك حتى لو في فارق نقاط بينك وبين المنافسين امر طبيعي، لكن على الاقل يعني ياما حذرنا اللعيبه من ده من فتره على فكره، من قبل ما الفارق يبقى في صالح المنافسين كنا بنحذر اللعيبه اعملوا اللي عليكم واتركوا الظروف، اذا اخطا المنافس او تعثر فانت هتستفيد من ده. تمام، فهي المشكله كلها انه زي ما حضرتك قلتي وزي ما الاستاذ كريم بيقول انه الناس مش شايفه مش راضية عن الأداء. بس في نقطة مهمة أستاذ جمال لو تتفق معايا فيها. فضل. أنا ما أقدرش أجي ألوم اللاعب 100%، ليه؟ لأن أنا كان عندي من الأول رؤية، مفروض أنا كجهاز فني، أنا هتكلم عن المدير الفني تحديدا. تمام. لما أنا أبقى شايف ده جاي، يعني أنا دايما الكرايسيس أو الأزمة لازم أشوفها وهي جاية لي بالزبط. في بدايتها. وأنا شايفة ده وعارفة إن هيبقى عندي جدول صعب جدا وبالتالي هينتج إصابات وغيابات وإجهاد، أنا كان المفروض أشارك من الأول البدلاء وكان المفروض أصعب من البداية خالص. هو ده بقى اللي بقوله عشان ما اوصلش بعد ما لعيبتي تتوفى زي ما كنا بنقول مستشفى الاهلي بالزبط. اجي بعد كده اقول يعني هو ده بالظبط الشيء اللي يمكن ان يؤخذ على موسيماني. هو ده يعني موسيماني رغم الحقيقه، خلي بالك احنا بنتكلم برضو بمنتهى الصراحه في قناه النادي الاهلي، احنا بنحلل عشان نقدر نحل، لازم نتصارح عشان الكلام يبقى مقنع حتى للناس. موسيماني في لعيبه كان مهتم بيهم جدا ومعتمد عليهم، وفي لعيبه كانوا شبه خارج الفورمه يعني. وفي لعيبه مشيت وهي كويسه، وفي لعيبه مشيت وهي كويسه، لكن انا بتكلم على اللي موجودين ما كانوش بنفس المستوى. يعني احنا بنشوف في انديه المنافسه انه اللاعب البديل زي ما بيقولوا بيتنشأ على طبعا. الفرصه طبعا. اول ما بياخد الفرصه بيلمع وبيحجز مكانه وبينزل ياكل النجيله وبيحجز مكانه زي ما بنشوف. يعني انا مش عايز ادي امثله، لكن الناس متابعه المباريات وشايفه
انه لعيبه النادي الاهلي الصاعدين او البدلاء مش بنفس المستوى، مش معياريا ولا موهبه، لا مش بنفس مستوى الاعداد جاهزيه، يعني الجاهزيه بالظبط او الاستعداد للنزول وانهم يحلوا محل اللعيبه الاساسيه.